ودايما بحب الف وادور في كل الاماكن الحلوه في كل بلد بروحها، ومن الاماكن البديعه الجميله هنا في الكويت المكان ده. وكل ما بنيجي حفل الانباء الكويتيه بنيجي هنا علشان ننقل لكم كل الاحداث الحلوه في الكويت. وطبعا اللي معروف عن كرم أهل الكويت والجدعنة كلها، حبيبتي فجر عزمتنا على الفطار، لأن طبعا انتوا عارفين عبير متقدرش تتكلم غير ما تفطر وتاكل، وأنا قلت لكم إن عبير من زمن الفن الجميل اللي هي عايزة تقعد وتفطر الفطار اللي يعني اللي بيقولوا إيه، الفطار الجامد اللي هو يعني انتوا شايفين طبعا ده فطار، وشوفوا انا بفطر ايه، شاي اخضر، يعني انا متعذبه وعبير مدياها. يعني ده فطارك يا عبير؟ اولا احنا دلوقتي متاخرين على الفطار، ده ميعاد غدا، فانا باكل اتنين في واحد استغل بالظبط، فانا شربت الشاي وهفطر واتغدى مع بعض ساندوتش يعني وبوسي يعني بسيطه. شفا فجري يعني بشكرك على الكرم الجامد بتاع اهل الكويت المعتاد. عيب يا بوسي، عيب يا بوسي، ده شويه من كرمك، من كرمك وذوقك يعني واخلاقك. بيجي هنا انت ما بتسيبيناش طبعا، انت وبلبل حبيبه قلبي انتوا نموذج مشرف للمراه الكويتيه، وازاي بتفرجونا على البلد وازاي بتعرفونا البلد، ويمكن انا من خلال السناب بتاعكم انا بعيش في اجواء الكويت كل يوم، فانتوا بتعبروا عن بلدكم حلو يعني. حبيبتي اهلا وسهلا فيك، واحنا تشرفنا بيايتكم بالكويت وانتوا بناتنا واهلنا. يا حبيبه قلبي فجر قولي لي اهم الحاجات اللي هنشوفها في الكويت قبل ما نسافر، عشان عبير اول مره، انا جيت قبل كده بس هفسح عبير في كل حته، مش هسيب حته ما بدها اليوم ده، هخليها تلف الكويت كلها بس نخلص منك وملكيش دعوه، وبعدين هتاخدي عبير، انا هخلي لك عبير بكره عشان انا طالعه مهرجان الاقصر، هي تقعد بكره تعمل جوله. انصحك في مكان هنا فظيع خدتني عليه فجر السنة اللي فاتت، صورت فيه من أروع الأماكن اللي في الكويت. وبعدين هتجيبي بقى البشل، اسمها البشل، بشت بشت، البشت اللي مشهورين بيها أهل الكويت، فيها حاجات تجنن، وهتعيشي أجواء بقى ألف ليلة وليلة. صح صح. المكان اسمه ايه بقى؟ المباركية. المباركية. انا جاهزة للمباركية. جاهزة للأكل بس. جاهزة للشوبينج. ماله الأكل يا بوزي؟ هو ساندوتش يا جماعة عمالة تنق عليا. بلبل انت حبيتي مصر من خلال السينما المصرية صح؟ صح. شايفة السينما المصرية دلوقتي الجيل الجديد ممكن يبقى برضو مرتبط بمصر زي انتوا كنتوا مرتبطين بالأفلام الأبيض وأسود وفاتن حمامة وشادية أنا ما أتصور، لأن الحين صار الجيل وايد ينظر للسينما بشكل ثاني، والحين الأكثر التوجه للأفلام الأجنبية، إحنا للحين نطالع الأفلام الكلاسيك الأبيض وأسود، في تعلق، في حنين، في شوق حق الأفلام هذه، لسه عايشة جوانا زي ما بتقولوا. فجر انت كاتبة، ويعني يمكن في وقت كان في أزمة عندكم هنا في الدراما، فجر نزلت عملت مسلسلات أحيت بيها الدراما الكويتية، ازاي تقولنا ان احنا نخلي السينما ترجع تاني في قلوب كل العالم العربي، وزي ما انتوا كنتوا بتنزلوا تروحي بورسعيد اللي شفتيها في الأفلام؟ شوفي انا اقول لك ليش، السينما في زمان في مصر كانت تخاطب المجتمعات جميعها، المشكلة اللي تطرحها بحيث ان الكل عارفها، يعني انا عايشتها، اللي في شمال افريقيا عايشة. دلوقتي مؤخرا الافلام المصرية بدت لوكالي زيادة على اللزوم، حتى الافي انا ما اضحك، انا اشوف السينما تضحك بس انا ما افهم لها، هي لغة الشارع المصرية، لان المنتج في مصر بدأ يبحث عن الانكم داخل السينما في مصر، مش بيبحث على انه يقدم صناعه والصناعه تنتشر. وانا اتصور ان الدوله في مصر يجب ان ترجع تعيد دورها القديم في انها تعمل افلام اللي هي مش افلام مات مهرجانات، انا ما اتكلم عن فيلم مهرجان، بس فيلم مثل الافلام السابقه اللي هي فيلم
يحاكي جميع المجتمعات بس بلكنة مصرية. أحس في المشكلة بكل مكان، ما يروح باللوكل زيادة على اللزوم. أنت متكلمين عني، أنا في الكويت أنا عملت نفس الخطوة، طلعت برا من اللوكل زيادة على اللزوم الكويتي، وبديت أفتح موضوع أفضل، بديت أشرك معي فنانين من الخليج، وبدأ يصير خليجي أكثر من أنه كويتي، ولا زال مستمر حتى الآن. هذا بسبب متابعتي. دي المشكلة حاليا في الدراما، في الفن، الفن المصري حتى الأغاني، يعني حتى باستثناء عمرو أديب، عمرو دياب أنا أسفة، باستثناء أغلب المطربين شعبي لوكلي، يعني راحوا لللوكلي. عمرو الوحيد اللي موسيقى تنسمع في كل دول العالم. أم كلثوم على فكرة، شوف المفردات اللي كانت اختارتها، حتى المصري اختار مفردات الخفيفة اللي تنسمع في كل مكان. انتوا بقى لكم فترة، يعني خلينا نقول تقوقعت سوريين شوية، لا تقوقعتوا في إطار، لأن دي تربيات دي ترجع للمنتج، لأن المنتج يبي يقدم عمل ياخذ الانكم من داخل مصر، فهو يحاكي المشاهد المصري، بينما يقدر يدمج، يعني بسهولة يدمج بين الاثنين. لذلك في بعض الأعمال نورت، اللي هي مثلا جزيرة، مثلا في بعض الأعمال نورت. ما ينفعش توقع يا منصور، بس أنا طول عمري وأنا بحبك. إيه ده؟ دي هدية يا باشا. إيه، أنت هتسلم نفسك ولا في مخرج زي شريف عرفة من الجيل اللي هو عارف ازاي يخاطب العالم العربي، وكان زمان الفيلم المصري اسمه الفيلم العربي لانه بيخاطب كل البلاد العربية. صحيح. لا، هي المشكلة الاجتماعية، اي مشكلة اجتماعية انت تلجئين لها هي مشكلة اجتماعية عامة في كل دول العربية، بس لما تدخلين في العشوائيات، السكاكين، المنشنو، هاي تخص حتى ما تخص المصريين، يعني انا المصريين اشوفهم مو كذي، يعني مش بالشكل ده، يعني تخص هي معاه بتجيب فلوس الشباك بالضبط اللي هو يبيها المنتج. للاسف المنتج بده يفكر في وتشز، هذا حق مشروع، فطالما المنتج خايف يغامر بفلوسه فالدولة المفروض تقوم دورها مثل ما قامت دورها في الستينات لما انشأوا شركة صناعة السينما اللي كانت موجودة. تفتكري آخر فيلم مصري شفتيه إيه؟ كان مولانا. مولانا أي كان في مصر، كنا في مصر وحضرنا. عجبك؟ والله كان حلو، كان يتكلم عن الوضع الحالي في الوطن العربي، يعني شوفي ده منفتح على العالم العربي ولا زي ما بتقول فجر. هو الوضع مش مغلق، يعني لا مش مغلق، ولا والرواية قروها في العالم العربي كله، وقصة المتدين موجودة في العالم العربي، كل شيء. أتكلم عن جودة صناعة داخل، يعني مش معقول فيلم يبوسي 150 دقيقة، ال 150 دقيقة ما نشوف إلا البطل. هو وين منشو هو، لا انت بتشوفي بس هو من كتر، لا من كتر ما هو دوره حلو هو ده اللي اثر فيكي، ما شفتيش في يعني في حلقه مفقوده، في حلقه مفقوده بالفيلم، يعني حتى في المونتاج بالضبط. اي يعني اكو شيء كان واضح انه انشال، احنا لقينا فجاه ابنه، حته ابنه وبيته، بيته وابنه. لا مش ابنه وبيته، معلش تتقبلين النقد، مش ابنه وبيته حبيبتي، مش فيلمي. اوكي، مش الابن والبيت، الفيلم صور لنا رجل الدين اللي هم قدموا لنا اياه، اللي هو مال الفضائيات، انه شخص مظلوم وشخص انسان سوي وشخص انسان زين، بينما الواقع مختلف تماما. الواقع احنا قاعدين نشوفهم هذول يتصدرون للفضائيات لغسل ادمغه الاخرين وليس لهم علاقه بالدين. هو طلع له انه هو دين حقيقي وهو متدين حقيقي، بينما احنا اللي قاعدين نشوف اللي تبهدلنا كل هالسنين من 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 يدعي الدين وهو ليس له علاقه بالدين. الفيلم كان يروج رغم ان ديكوره هو يطلع انه يكشف حقيقتهم، لا انت على ما تطلعين من الفيلم تكتشفين ان تعاطفتي معهم وانهم كويسين وانهم احسن ناس. بلس انا سيبك من الفكر، انا كلمتش عن صناعه، ما في فيلم قائم على ممثل يطلع في كل المشاهد، ما يعني ما بيخشش الحمام مثلا، يعني طول الفيلم يعني يروح مشوار على الاقل. يعني هسيبك تسألي، هتساعديني في الحوار وهتسألي سؤال لعبير، وبلبل كمان هتوجه سؤال لعبير. يلا. عبير، انت من الممثلات اللي عندك قدرة على التشكيل والتلوين، يعني في بالذات
يعني الجيل اللي بعدكم طلع كلهم خط واحد، كل واحدة نفس الأداء. أنت يمكن من المتميزات اللي قادرة تتلونين، يعني تعطين أي لون. هل اللي قاعدة تعملينه من أعمال مثل ستات أدرى والعمل الجديد، أنا شفت اللوك اللي نزلتيه، هل هذا بقرار منك نستغلين هذه الميزة اللي فيك، أو جت مع ربنا وصدفة والمنتجين عملوها؟ بصي فجر، هو طبعا أنت بتبقي ساعات ساعات المنتج او المنتجين بيشوفوكي بصوره معينه، وهم بيبقوا عايزين يكملوا فيها، مثلا انت الست الحلوه، الست الملفته، الرومانسيه، اللي هو بيحطك في حاجه مثلا شافك عملتي دور فيها ونجحتي بيكمل. بس بيجي هنا تحدي الممثل بقى، وجهه نظره في نفسه، يعني هل انا هفضل مستسلمه ان المنتج يفضل يحطني او المنتجين يفضلوا حاطيني في الصوره دي؟ باجي انا في يمكن مثلا احيانا تبقى الاختيارات محدودة بالنسبة لي، بس أنا في كل دور أنا بحاول، أنا بقى وجهة نظري، أنا لو يعني بوجهة نظري بوعي بالتحدي بتاعي اللي جوايا، أنه أظهر كل مرحلة حاجة في موهبتي، بأن أنا أتعلم حتى من الشخصيات اللي بمثلها، أنه يعني بتفرج على نفسي قبل ما بفرج الناس، أو بكتشف في نفسي حتى موهبة جديدة كل دور قبل ما بفرج الناس عليها. فده بيحصل عن طريق شغلي انا الدائم بقى على نفسي وعلى الادوار اللي بعملها، وعايزه اوري الناس ايه، وان انا مش مجرد انه بنت حلوه بتعتمد على الشكل والمميزات الخارجيه، لا. فانا نفسي يعني تقدري تقولي ساعات لما بتفرج على ادوار بعملها بنبهر زي الجمهور، انا ازاي عرفت اعمل ده. انا يعني سؤالي الفتره الاخيره، الاعمال الاخيره اللي بديتي تنوعين فيها، هل هذا قرار منك بلغتيه ان انا لا عاوزه اغير واطلع قدراتي، انا فنانه متلونه، ولا هي جت صدفه من اختيار المخرجين؟ بالعكس، هم المخرجين بيبقوا يعني ساعات لما بيبعتوا لك ادوار بيبقوا شبه الادوار اللي عملتيها، لكن انت من خلال الدور تقدري تعمليه بشكل مختلف. يعني هو بيبقى جاي عايز الدور زي ما شافك عاملاه في حاجه تانية، انت بتغيري، لانه كل شخص في الاخر يحمل بصمه مختلفه. فانت تقدري حتى مثلا هتعملي ست حلوه، ست جريئه، ست رومانسيه، او وات ايفر الشخصيه، تقدري من خلالها جواها تنوعي تاني، يعني ما تفضليش نفس النمط. انا بالنسبه لي انا واخده قرار ان انا طول الوقت لازم اغير، يعني خلاص خلصت الفتره بتاعت ان تتحطي في نمط، لازم كل شويه تعملي حاجه تانية جديده تدهشي بيها يعني الناس ونفسك، وبتكتشفي نفسك كل دور يعني. فلا، انا مش مستسلمه، يعني انا مش مستسلمه لفكره ان الناس تفضل حطاني في نمط. بالعكس، انا بدا يتقال لي ايه ده، شفنا الدور ده، انت عملتي كده ازاي، يعني بدا الناس نفسها المنتجين يقولوا لي كده، ايه ده انت عملتي كذا، هم كانهم مندهشين، بس لانه انت ما عندكش استعداد تغامر وتغير. يعني هما زي خمسه سته بيلعبوا الخمس ست ادوار، هما في نفس الاعمال. فلا، انا واعيه لده ان انا اعمل تغيير. يعني عبير صبري الوحيده اللي مثلت مع نجوم مثيرين للجدل والمشاكل، ورغم هذا سلكتي مع كلهم، وانت الوحيده اللي قدرتي تمثلين مع كل النجوم اللي عليهم جدل وعليهم مشاكل، شلون قدرتي؟ ده سؤال كل الناس، ان ايش معنى انت اللي سلكه معهم كلهم؟ والله ده سؤال عجبني قوي يا فجر بجد. بصي، هو الاجابه خاصه بشخصيتي، انا شخص مسالم جدا ومش مشغول بالاخرين خالص خالص، اخر همي ان انا اتشغل بالناس اللي قدامي، سواء كانوا كويسين او وحشين او مثيرين للمشاكل او الجدل او وات ايفر. انا بدخل اي شغل مشغولة بنفسي بس، يعني انا مفكرش في ولا حاجة غير انا هعمل ايه، همثل ازاي، هعمل مشاهد حلوة ازاي، هعلم ازاي، هجيب جون ازاي، هيطلع. اكيد عندك قدرة على التعامل معاهم. انا بتعامل مع كل الناس اللي هو مفيش ما يستدعي لاي صراع. احيانا الناس بيبقى عندها صراع تحاول تنقله لي طول الوقت، انا بعمل حائط صد لا صراع معايا، ويمكن هو ده سيستم في شخصيتي حتى في الواقع، يعني في حياتي انا الشخصيه انا لا صراع مع اي حد. واحيانا بحس ان الناس بتزقني او بتفرض عليا ان انا يعني اخش في دوشه في مشاكل، بس الحقيقه انه انا ممتنعه. بلبل تسالي عبير بقى، وبما انك انت يا بلبل يعني عايشه في الوسط الفني المصري ده من يوم ما اتولدتي وانت عايشه جوه الوسط. صح صح.
عبير صبري، تميزتي ان انت تتشكلين، ليش قدره عجيبه ان انت تتشكلين بادوار تتميزين فيها؟ انا بالنسبه لي عبير صبري مع الشعر الاسود الطويل وطويله فارعه، فيعني حلو ان انت تمثلين بالمسلسلات الخليجيه. طبعا احنا نتشرف. انزين، فهل صارت لك محاوله او انعرض عليك؟ واذا انعرض اتمنى جدا جدا ان انا اشتغل في عمل خليجي او اشارك في عمل خليجي، وانا متابعه للدراما الخليجيه في الفتره الاخيره وشايفه التطورات المهمه جدا اللي حاصله فيها، وبس انا ما تعرضش عليا يعني، يمكن ما شاء الله، لان ممثلات الخليج قادرات على ان هم يعني يقوموا بكل الادوار الحلوه في الاعمال الخليجيه، لكن طبعا اتمنى، واذا تعرض عليا هكون مبسوطة، وكمان يمكن أتعلم شوية لهجة خليجية يعني، إن شاء الله بإذن الله.